بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل مشاهدي قناة الصروف في كل مكان. سعد كثيرا أن نلتقي بكم في هذه الحلقة من رحيق الأمكنة. نذهب بكاميرتنا لمدينة أم دوم. هذه المدينة نتعرف على عاداتها وتقاليدها، موروثاتها الشعبية، وأيضا الحراك الثقافي والاجتماعي والرياضي وحتى السياسي، ولأي مدى تطورت هذه المنطقة وتأثيرها في تاريخ السودان وما أضافته لتاريخ السودان. خليكم معنا نتجول داخل مدينة أم دوم، نستشف ونستنشق رحيق أماكن هذه المنطقة. زي ما قلت في بداية حلقتنا في المقدمة إن إحنا داخل مدينة أم دوم، نتعرف على هذه المدينة أكثر وأكثر وأكثر، المعالم وتاريخها ونشأتها، بجانب الآن أحد أعيان هذه المدينة أستاذ حسب الرسول الطيب الصديق. مرحبا بك أستاذ حسب الرسول، وسعيدة جدا إنك أنت تكون معي في رحيق الأمكنة. ونحن أكثر سعادة يعني من ما مصادر إعجابنا أنه هذا البرنامج عادة ما يقدم المفيد دائما ويثبر أغوار المناطق ويدي معالمها ويحفظ تاريخها، ونحن أكثر سعادة. نعم، نبحث عن رحيق هذه المنطقة. خلينا نبدأ في الأول باسم أم دوم، من وين جاء الاسم ولماذا أم دوم؟ والله أصلا أم دوم، نشأة أم دوم في القرن السابع عشر يعني من أقدم المناطق، وهي مناطق نزح بعض القبائل من منطقة عد أم دوم شرقا، فكانت هذه المنطقة منطقة ري المواشي، هذه المنطقة، وحيث كانت تسمى يعني أم دوم، أي دوامة، أي جمامة مياه على هذا الشاطئ في منطقة عدة مشرع الجزولي. فالجزولي من أعيان هذه المنطقة، فكان هذا المشرع تأتي القبائل من هذه المنطقة التي أسست هذه المنطقة من عد أم دوم، وكانت منطقة سقلية، يعني ممكن نقول جات التسمية يعني من هنا جات التسمية، حيث لا هي ليس بها أي دومة إلا قص نذر بسيط، ثلاثة أو أربعة شجيرات من الدهم، ولم تأخذ منها الاسم. طيب بتبعد قدر كم كيلو من الخرطوم؟ والله من العاصمة جوا؟ من العاصمة تبعد حوالي بالطريق القديم 18 كيلو، والجديد يمكن 19. حدود الجغرافية بالضبط منطقة من الجهة الجنوبية الشرقية أو من الشرقية أو من الجهة الجنوبية الغربية؟ أولا غربها يحدها البحر، منطقة البحر أو النيل الأزرق من الجهة الجنوبية الغربية؟ من الجهة الغربية بالتحديد، جنوبية شمالية، من جزء الشمالي فيها إلى غربها أراضي ممتدة، لم تكن بها قريا، أي يعني ما كانت مناطق زراعية، وإنما كان البحر يحدها من الغرب تماما، حيث لم تكن هنالك جزيرة كالتي نراها أمامنا. والشرق وشرقها المشروع العربي، الشركة العربية للخضر، الشركة العربية، أيوة نعم، الشركة العربية للخضر والفاكهة. وسوب الشرق بتقع وسوب الشرق بعيدة جدا من الجزء الجنوبي الشرقي، بعيدة يعني تبعد حوالي 7 أو إلى 10 كيلومترات، فهذا مش يعني منطقة جغرافية أو منطقة بعيدة، جغرافيا يحدها من الجنوب طلمبة الشركة العربية. المنطقة اللي احنا فيها بالتحديد نتكلم فيها، نتكلم عنها وعن الأرض اللي احنا واقفين فيها، بعد ذاك نتحرك نشوف لنا منطقة أخرى نتحدث عن تاريخ أكثر حول هذه المنطقة. جميل، المنطقة اللي واقفين فيها نحن هي منطقة خلف أو غرب منطقة تسمى فريق قراد. قراد أولا أصلا هي الأسد، ولكن هذه المنطقة اشتهرت بهذه المنطقة
يعني انتماء أهلها إلى بعضهم كالذي هو أكثر التصاقا بيوتا حيث لا منافذ، يعني الشوارع كانت ضيقة جدا جدا، فلذلك للإلفة والمحبة بين الناس أوصف هذا الوصف. والأرض دي بالضبط؟ الأرض دي هي أصلا كانت مناطق غير زراعية، مناطق تحف أم دوم من الجهة الغربية يجري فيها النيل شمالا كويس، شمالا في مسار واحد، فبزمن تطورت إرساب نتيجة الإرساب كونت هذه المنطقة فيها يعني ولا تزرع إلى الآن لم تزرع. صح الزراعة لكن لم تزرع، لم تزرع صالح الآن للزراعة، ولكن يعني يمكن امتدادات طبيعية لأم دوم غربا لإرساب النيل من الجهة الغربية شرقا. نحن الآن أمام في الجزء الجنوبي الشرقي من ضريح الشيخ عبد الصادق والحسيب. من عبد الصادق والحسيب؟ عبد الصادق والحسيب هو جد الحسب الناب، ورد اسمه في طبقاته الضيف الله، فهو مؤسس أم دوم الحديثة سنة 1600 وحاجة. جاء أم دوم هنا وأسس الشريط النيلي اللي يسكنوه أغلب ساكني أم دوم الحديثين الذين ينتقلوا. أصلاً هم من وين يعني الناس الساكنين فيها؟ أصلاً من أم دوم، من دوم القديمة، من أم دوم اللي جات اللي هي عد أم دوم، فزي ما قبيلة شنو؟ قبيلة الهواوير. الهواوير يعني هي أكبر القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة العربية بعد سقوط يعني مكة على يد الأتراك سنة 1635. فوقتها كان حاكم مكة بركات، حاكم مكة بركات بعد أن يعني أجليت بواسطة الأتراك عندما دخلوا مكة، فهذه القبائل نزحت إلى هذه المناطق وسكنت هذه المنطقة، فهذا هو الضريح. تصاهر هنا، تصاهروا بأجناس ثانية، يعني كل قبائل عربية اللي تصاهرت هنا قبائل عربية محضة. يعني التصاهر الأخير من الأشياء اللي عمل الآن هنا في أم دوم وتذكر باسمه، يقول لك هذا من أسسه هو وهذا الشيء هو اللي دخله. والله هو يعني كان رجل دين، رجل يعني لا يشق له غبار في الناحية الدينية، صوفي أسس خلاوي، أسس كانت في خلاوي هنا على رأسه كان على مقربة من الزمن الخليفة عثمان والمسجد العتيق الآن، وفي برضو خلوة خلاوي ود الدرويش أحمد الدرويش، فهذه خلاوي علمت الناس، وكما نعرف إنه الطرق الصوفية هي اللي أسست للدين في هذه المناطق. رواد كانوا من هنا ولا كان بيجوا رواد من خارج أم دوم؟ والله كان من خارج أم دوم نوعا، ومن أم دوم الخليفة الفقيه عثمان والشيخ أحمد الدرويش ولفيف كثير والفقيه الطيب، الطيب محمد حبيب الله ومصطفى عبد الله. نظامه كان كيف المسايد يعني زي الداخليات يعني بيخلوا يعني رواد الخلاوي يكونوا قاعدين معاه وبأكلهم وشربهم وبعد ذلك بخرجهم ولا كيف كان؟ والله الخلاوي هنا لأنه كل الناس يعني أقرباء بعض، فكانوا الدارسين من منازلهم بيجوا، وحتى الوافدين من برا بيسكنوا في منازل قاطني المنطقة. حتى النساء كان عندهم نصيب في هذه الدروس الدينية؟ والله الدروس الدينية النساء يعني بالنذر اليسير يعني ما كانت متوسعة كالآن، يعني الحمد لله يعني في انتفاضة أو صحوة دينية اجتاحت كل المنطقة. نعم. يعني صغار كبار نساء شيوخ، فالحمد لله يعني نحن فخورون حتى. نعم. الحجاب يعني الآن أخذ طابع رسمي في اللبس أو في الزي بتاع أم دوم. في أم دوم. نعم. خلينا نتحرك كده ونتعرف أكثر على أم دوم.
بنتواصل معاكم وانا معي الان الى جانبي دكتور خليل حسن احمد، حنتعرف من خلاله على الحراك الرياضي والثقافه والاجتماعي وحتى السوق اللي احنا ماشيين فيه والبيوت اللي على يميننا وعلى شمالنا. مرحبا بك دكتور خليل، وسعيدين جدا تكون معنا في حلقه تحقيق الامكنه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في امدوم. احنا سعداء بقناه الشروق الغناء العملاقه والتي تشرف السودان كله ان شاء الله. نعم، كلمنا اول حاجه عن الرياض، دخلت 200 امدوم وسنه كم ومنو تدخل ذاته على يد منه؟ الرياضه دخلت في امدوم في بدايه الخمسينيات ما قبل الاستقلال على يد منو؟ المؤسسين اخونا بروفيسور حسب الفزاري، وهو من اوائل الرياضيين والمؤسسين للنشاط الرياضي في الأمدوم. طوال أسس نادي؟ أسس نادي، نادي اسمه الذئاب. وهذا النادي كان بداية الحركة الرياضية في الأمدوم. بدأت بكرة القدم؟ بدأت بكرة القدم وتؤسس نادي ثقافي اجتماعي رياضي. كان فيها فريق شنو؟ وثم توالت الفرق، فريق العاصفة ثم الجهاد، ثم مع بداية الاستقلال السودان تأسس فريق الاستقلال اللي هو كان يعني يمكن يكون مع صنو فريق الذئاب يمكن قمة الأندية الرياضية في مدن مثل جبال المريخ في السودان، نادي الاستقلال ونادي الذئاب، وهم أساس الحركة الرياضية في أمدوم والنشاط الرياضي في أمدوم. ودخلت رياضات أخرى ولا بس فقط على كرة القدم؟ والله بعد ده في النادي تكونت يعني أندية صغرى بتاعت شباب، نادي لكرة الطائرة ونادي لألعاب البينج بونج وبعض الألعاب التسلية زي الشطرنج والألعاب الأخرى. وإلى الآن متواصلة هذه الرياضات؟ متواصلة، والنادي مفتوح ويمارس نشاطه وما زال في أمدوم. والحركة الثقافية كيف بتهتموا بالفنون وبتهتموا منو من الشعراء المرقوا منا، منو من الفنانين؟ والله نحن هنا الحركة الثقافية والفنية، أولا الحركة الثقافية يعني عندنا في أمدوم برضو بروفيسور حسب الفزاري كان له الدور الرأي، وكان النشاط الثقافي بيجبه بعبارة عن ندوات وعبارة عن أفلام، كان السينما المتجولة كان بيجيبها هنا في أمدوم توعي الناس وتثقفهم وكذا، فهذه كانت بداية الثقافة والنشاطات الأدبية والمحاضرات في الأندية. وفي المجال الفني كان عندنا الأستاذ حسب عبد الله الفزاري عليه رحمة الله، معروف بابا فزاري على مطرح السودان، بابا فزاري معروف طبعا. وهو يعني كان درس في الخمسينات، درس في موسيقى في المعهد العالي للآداب والفنون في مصر. نتكلم واحنا ماشيين عشان نتعرف اكثر، تفضل. هذا النشاط الفني والثقافي والرياضي. نعم، والسياسه كيف دورها هنا في مدوم؟ والله السياسه ومن السياسيين وكانت مؤثره لاي درجه بحركه السياسه في السودان؟ احنا السياسه في مدوم يعني ناس مدوم بدو كان رجالات الخدميه بدو في مدوم، والدنا الخليفه الصاوي كان من كبار رجالات الخدميه، وهو كان الفقيه والامام، و يعني كان كل النشاط الديني كان بيقوم به والدنا عليه رحمه الله الخليفه الصاوي، وهو من كبار رجالات الختميه زي ما قلت لك. فبعد ده تطورت المساله ويعني الناس تعددت الانتماءات للاحزاب السياسيه، واليوم مننا النائب البرلماني دكتور حسبه عامر، وهو نائب على الدائره وهو من أمدوم، وهو الان عضو في المجلس الوطني. وعمنا الأستاذ حيدر الصديق النعمة، وهو رئيس المجلس التشريعي لمنطقة شرق النيل. ده منزله؟ هذا منزله. نعم، وهو برضو من 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 كبار رجالات التجارة، من كبار التجار في الولاية، وهو يعني رجل خير، ويعني نامل أن في المستقبل يكون من أهم رجالات السياسة في السودان. نعم، والسوق اللي احنا هسه ماشيين فيه ده سوق الخضار ولا ده سوق شنو؟ ده سوق الخضار اللي هو اول شارع رئيسي في أمدوم. ده اول شارع رئيسي في أمدوم. اول شارع رئيسي في أمدوم الجديده، أمدوم القديمه. وهذه أمدوم القديمه هو على القرب الشارع، وهذا اول شارع لسوق الخضار، وما زال يحتل نفس الموقع ويقوم بدوره في كل الاحتياجات الاهل الموجوده، يعني كل اهل أمدوم يتسوقون في هذا الشارع. ويعني قامت عدة محلات زي أخواننا من منطقة الجزيرة أنشأوا هذا الدكان، هو تعاوني وهو يبيع بأسعار معقولة
ويسهل على الناس. الخضار فيه من مزارع عندهم هنا بحتورنا هي بتعتمد على الزراعه والرعي ولا بتجيبوا من برا؟ والله بنشتري من السوق المركزي في غالبا في بحري لانه هنا المزارع صغيره وانتاج لا يكفي المنطقه، فيتسوق غالبا من السوق المركزي وبيجيبوا بكميات وبيعوه طبعا بالقطاعي لاهل المنطقه. بتعتمد بس مدوم على الزراعه والرعي اكثر حاجه؟ الزراعه والرعي والعمل بالدوائن الحكوميه، يعني عندنا ناس من او يعني متعلمين كثر في عندهم في كل المجالات، مجالات الطب والهندسه والاعمال المكتبيه المختلفه. نعم، شكرا لك يا دكتور خليل، ربنا يديك الصحه والعافيه. الف شكر.